اختار المدرب ألين أباز، براشن جريفن، عبد صباغ، إبراهيم حداد، شون فوكس برنن وأوكيكي. بلش فيها المدرب ألين أباز تشكيلة فريق هوبس، بينما تشكيلة فريق الأنطونية المدرب رالف عائل بلش بجوردن ديفيس، أنطوني عاصي، إبراهيم منصور، مارك أب... وبين الرابع والخامس الماريست وهومنتمن. أول جون بول بالمباراة على فريق هوبس. أبي خرس جوردن ديفيس بروح على السلة، جوردن ديفيس وبيسجل. وإبراهيم حداد، عبد صباغ، 3 بوينت، عبد صباغ أيضا بيفتت 24 هالموسم، عنده 23-71 قبل هالمباراة، نسبة 32%. ومن تاني مال جوردن ديفيس، إدوارد دانيال لجوردن ديفيس، فاست بريك مثالية، أبي خرس بيسجل، أبي خرس، إبراهيم حداد، جريفن أرك بيسجل، جريفن عن 3 بوينت نسبته 33%. إبراهيم منصور وبيسجل، إبراهيم منصور ولاني أبي خرس، إبراهيم منصور، دانيال، حلوة كتير التمريرة، حلوة كتير اللعبة بين إبراهيم منصور وإدوارد، 3 بوينت ما بيسجل، بيعمل المتابعة وبيروح وبيسجل، جوردن ديفيس، مارك أبي خرس، أرك 3 بوينت، أبي خرس بيسجل، أبي خرس خمس نقاط، أبي خرس بيروح إيزي 2 بوينت الباسكت ما بيسجل، وفاز فريموند لابراهيم منصور، هو اللي بيسجل ابراهيم منصور. مركوري المصاب، طبعا مركوري لاعب عنده معدل 14 نقطة مع 7 ريموند مباراة الوحدة، وهون العاصي عم بيسجل أيضا، ابراهيم حداد، ابراهيم حداد تمريرة لعباس عطلة، هو اللي بيسجل، دانيال باسيل 3 بوينت، اليو باسيل هو اللي بيكسر دفاع المنطقة، اليو فيك لعلاء، عباس عطوي، علاء عن 3 بوينت، علاء وبيسجل ايضا، علاء صباغ لاعب اكاديمية نادي هوبس، صباغ 3 بوينت، صباغ ممتاز، صباغ دفاع أبز 2 2 3 عم يلعب ألين أبز، وهون عم بيسجل اليو باسيل، خمس نقاط لاليو باسيل، اليو باسيل بروح على السلة وبيسجل، اليو باسيل سبع نقاط لاليو، ابراهيم حداد، ابراهيم حداد بروح على السلة، ابراهيم وبيسجل، ابراهيم حداد، برنار، جون لوك مخلوف، علي بدران وبيسجل، علي بدران ايضا، عمل علاء 3 بوينت، علاء بيسجل هالمرة ايضا، صباغ، عباس عطوي بسجل، عباس فريق الأنطونية، والمدرب رالف عائل بيدفع بجوردن ديفيس بهالأثناء، عم بدفع عليه جيسون صوفان، جوردن ديفيس بيسجل، جوردن ديفيس، جيسون صوفان، عبد ميدلين شوت، عبد صباغ بيسجل، والديفنس من لوفي، جوردن ديفيس بيروح على السلة، ممتاز جوردن ديفيس، موسم ممتاز لجاد خليل، جوردن ديفيس بيسجل، جوردن ديفيس عم يلعب على جان لوك، عمر الجمل، صراع الجيل القادم بين، حلو كتير عمر الجمل عم بيسجل، تعرض البلوك شوت من عباس عطوي لكن بيسجل ايضا، جان لوك ابي خرس، حلو كتير تمريره من جوردن ديفيس لادوارد دانيال، ابراهيم منصور، ابي خرس 3 بوينت، أبي خرس ما بيسجل، الريبوند لقد دانيال، ست نقاط لقد عمر الجمل، رفعت عبد صباغ 3 بوينت، عبد صباغ ما بيسجل، رفعت حرب تحت الباسكت بيسجل، رفعت إبراهيم حداد، إبراهيم رفعت لعمر الجمل، حلو كتير عمر الجمل، ممتاز إبراهيم منصور، حلو كتير هاللعبة بين إبراهيم منصور وجورج، إبراهيم منصور صار معه خمسة أسيست، رفعت حرب ميدلين شوت، رفعت حرب عم بيسجل، نقاط آخر ثواني، إبراهيم منصور ما بي... العاصي ما بيسجل، إدوارد دانيال هو اللي بيسجل مع نهاية وهون النقطتين جداد، علاء صباغ، عبد، جريفن بيروح على السلة، تو بوينتس حلوين كتير من جريفن،
وهم بيعمل الستيل، بعدنا عم نحكي عن الستيل وبيسجل جريفن عسلي وبيسجل ايضا ممتاز. لعبين تسع دقائق بس. جوردن ديفيس حلو كثير التمريره من ادوارد دانييل حلو كثير التمريره ابي خرس، حلو الفينش من ابي خرس، فرق سبعه. حلو كثير التمريره ابراهيم منصور لابي خرس، باسكت ان لمارك ابراهيم منصور عم يلعب بشكل ممتاز فريق الانطونيه. حلوه كثير انطوني عاصي خمس. الربع الثالث جيسون صوفان، جيسون صوفان بيسجل، جيسون صوفان اولى نقاطه بال تيرن اوفر، ضغط بيسمر، جيسون صوفان بيلعبها لابراهيم حداد، حلو الضغط اسمر على نقطتين. عبد صباغ، عمر الجمل بايده الشمال، الجمل بيسجل، علاء صباغ، علاء بيروح على السله، علاء بيسجل، علاء صباغ، راشن جريفن، صباغ بيروح على السله وبيسجل، راشن جريفن، يا زين بيروح على السله، زين بيسجل، زين مخدوم بطريقه ممتازه، الثاني ما بيسجلها لكن اللي بيعمل اوفنسيف ريباوند هو اليو باسيل، انطوني عاصي هو اللي بيسدد وبيسجل عن 3 بوينت. اي خطا الفريقين بده يسددوا، الي بدران يوفي بيحصل على باسكت ان جون لويك مك، علاء بروح على السله ايضا ما بيسجل لكن اللي بيتابع هو زين مخزوم، هو اللي بيتابع. ولو خسر انطونيك بكره امام شانفير رح يضلوا سابع الانطونيه، وهون عم بيسجل جون لويك مخلوف 3 بوينت ما بيسجل، اذا نهايه المباراه طبعا بفوز فريق الأنطونية 77-66. فريق الأنطونية بحقق انتصاره الثامن وقبل